شنو كيعجبك من داكشي اللي كيقدم؟ الصراحه يعني داكشي كامل اللي تيقدم الصراحه كيخلينا مبهورين فيه. خوتي اجيو معنا، جي هاد اللقطه هادي ركزوا معاها مزيان. عندي هاد المناضه هادي، ها هي المناضه مفتوحه ومهرسه، صافي ركز معايا تمشي بالي مع اللعبه اخرى ولا عندي هاد المناضه مبزطه ومسقوبه ياك، صافي نفخ هاد الثقبه جوج نفخات صافي. غادي نعمل لها هذا، شنو هادي كوكا، شنو رجعوها واي بومس هادي كوكا دابا كوكا وي نحاول نعملو هيدا 1 2 3 ترجع صحيحه، رجعت جديده واقيلا نشوفو هاد الثقبه هادي واش تقدر هاد الثقبه رجعت صحيحه. بلاتي لازم تبقى معايا يا سيدي برافو ليك شراب، اجي تشرب شي واش المناضة غالية المناضة كتمز تنزيدك شنو عندك سهرة قطعي لا ما كنعملوش الاشهار الكوكا هذه لعبة خوتي عندنا بزاف الحشرات هنايا هوبا بزاف الحشرات اختار اي حشره عجبتك انا وريها الكاميرا ولا عرفتي شي الحشره اللي ما كتعجبكش هنا زوله الحشره اللي ما كتعجبكش زوله يعني بالطبع سرق الزيت وري الكاميرا شنو هذاك سرق الزيت ارا من يدك هي ما كيعجبهاش سرق الزيت ها هو عمل يدك هيدا هبط يدك شويش او تقلب يدك هيدا شنو هذا سرق الزيت الا ما كيعجبكش سرق الزيت سرق الزيت غادي ننزل لك هنايا راه افتح يدك اخرى غادي ننزل لك الكارطا هنايا غادي نقلب 1 2 3 كان مرسوم سرق الزيت هنا غادي رجع اللور رجع ها هو ما بقاش كان مرسوم هنا ما بقاش الا سد عليا هيدا لا خلي يدك وسدها سرق الزيت مينا انا اصلا كخصي نخلع اخوتي هادي اللي بغيتي انا شنو عندك شنو وقع لك واش كتعرف انوار ماجيك؟ وي بالطبع كنعرف انوار ماجيك شفتو في برنامج في دوزيم كيف كنتي وكيف وليتي وليت متابعه ديالو في تيك توك. شنو كيعجبك من داكشي اللي كيقدم؟ الصراحه يعني داكشي كامل اللي تيقدم الصراحه كيخلينا مبهورين فيه. واش اخبارك؟ عندك شي درهم 10 دراهم 5 دراهم اللي كان عندك؟ اللي كان درهم 10 دراهم 2 دراهم؟ درهم شي واش درهم عادي؟ درهم عادي نزلو هنايا عندي هاد الدره هادي غادي نسد هاد الدرهم هيدا غادي نسد عليه هيدا نسد عليه هيدا صافي بجوج بيكم تعملوا هيدا بجوج بيكم تعملوا هيدا بلاتي هاد الدرهم هذا قرب شويش علي يدك شويش علي يدك صافي نحاولوا نشوفوا هاد الدرهم هذا واش كيتهز شوفوا واش يقدر يتهز كيتهز عملوا بجوج باش يحاول يطلع كون ما عملتو بزاف كل ما كيطلع بالزربه انا بغيت الخلع الدرهم بعدا اخوتي دابا يقولوا شي واحد عمل لنا شي خيطه والله ما كاين شي خيطه غوزي الشكرا هذه خاطرك بقات تيقاد هذه متابعي قناه اشواق تي في الالكترونيه اهلا وسهلا ومرحبا بكم من مدينه طنجه نستقبل اليوم واياكم الفنان والمبدع انوار ماجيك. انوار ماجيك تعرف مؤخرا بزاف في مدينه طنجه في الشوارع مدينه طنجه كما عرف ايضا في مواقع التواصل الاجتماعي التيك توك واليوتيوب والفيسبوك وبزاف ديال المواقع معنا ومعكم اليوم انوار باش يعرفنا
على الخدع اللي كيقدم، يهضر لنا على كيفاش بدا هذا الدومين، واش ساهل واش صعيب وبزاف التفاصيل. خي انور مرحبا بك. مرحبا، شكرا بزاف. السلام عليكم اخوتي، تبارك الله عليكم، معكم انور ماجيك، وشكرا للاذاعه أشواق على الاستقبال. مرحبا خي انور. خي انور، نبداو معك من الزيرو، كيفاش دخلتي لهذا الدومين هذا؟ واش بديتي وانت باقي صغير ولا حتى كبرتي عاد بان لك ولا كيفاش؟ لا، بديت صغير صراحه الدومين هذا، دخلته صغير، وملي كنت صغير صراحه ما كانتش عندي شي افكار باش نطور هادشي هذا ديال العاب الخفه ولا هادي، يعني كانوا عندي العاب بساطين مع الدراري مع الاصدقاء في الحومه وهادي. باقي كنعقل على واحد الدره كنت كنسيب من هنا ترجع لهنا بالخفه. من بعد بديت كنطور فيها، الدراري ملي كيشوفوا ديك اللعبه هذيك كيجيو شي حاجه بشكل، انا كانت كتجيني عاديه. انت حبيتي كنت كنعمل للوالده بزاف هاد اللعبه. من بعد عاد حبيت الصراحه في الاول ما جاتنيش شي فكره بعدا باش ندخل للدومين ولا هادي، ولكن من بعد ملي شفت الدراري بقاو كيتفاجئوا، بديت كندخل للدومين، بديت كنخرج العاب اخرين، لعبه مور لعبه، صافي بديت كنتعمق في هذا الدومين هذا. من بعد تلاقيت مع الناس اللي محترفين، الناس اللي في الدومين، وقبل ما نتلاقى الناس اللي محترفين كنت كنتبع بعض الماجيسيانات اللي ماشي هنا في المغرب خارج المغرب عالميا صراحه، كنت كنتانسبير منهم صراحه، كانوا عندهم شي حاجه بروفيسيونيل، كنت كنقول كنتمنى شي نهار حتى انا نكبر وكلشي حتى انا ماجيسيان بحال هادي، والحمد لله ربي ما خايبناش حنا ماشي درجه درجه. اليوم انور كتشوف راسك انك وصلتي داكشي اللي كنتي كتحلم به ولا باقي؟ نقول لك وصلت، هو الانسان ما عمره كيوصل واخا عاد في هذا الدومين هذا. هذا الدومين بحر كبير، يعني كتخرج لعبه كتبان لك لعبه اخرى، كتخرج لعبه كيبان لك لعبه اخرى، وكيعتمد خصك لونطريمه بزاف، خصك هذه، يعني ما عمره الانسان بنادم يقول وصل. بالنسبه لي نقول يعني فتت واحد الخطوات، يعني الحمد لله، يعني صحيح. تقدر تقول يعني في هذه العمليه الاخرانيه يعني زادت لي الشعبيه، يعني تقدر تكون يعني زدت الشعبيه واحد الخطوات. عملنا واحد الجوله قبيل في الشارع وشفنا اراء ديال الناس، فالحمد لله كاين ناس كتلاقاه كتفرح انها تلاقات انوار تصور معك. شنو السر ديال الحب الناس ليك؟ الصراحه هاد العمايل الاخرانيه ملي جا هاد الوباء وهادشي هذا، يعني بقينا غير جالسين في الدار، راه كلشي تضرر بهادشي هذا، راه كلشي عارف هادشي هذا. قلت علاش انا ما نستافدش بهذا الوقت هذا ونخرج نبقى نصور في الشارع، يعني حيت في الاول كنت كنخدم حفلات صراحه، كنت كنخدم عراسات، حفلات، مدارس، يعني كنت الحمد لله ما كنجلسش، يعني كانت الخدمه موجوده في هادشي هذا قبل كورونا طبعا. قبل كورونا يعني طبعاً. ان كورونا عندها واحد التاثير قوي على كلشي، ماشي غير عليا انا، راه كلشي جميع المجالات، جميع الفنانه وجميع جميع المجالات صح. ولكن ملي تشد كلشي وهذه قلت علاش ما انا ما نبقاش نخرج نصور، بديت كنخرج نصور، ملي بديت كنصور وكنزل يعني طلعوا التفاعل ديال الناس، يعني ملي بقيت كنصور في الشارع زاد لي التفاعل بزاف صراحه، ما كنتش متخيل ديك التفاعل اللي زاد لي. صافي ديك الساعه ركزت على التصوير، عامين كامله دوزت صراحه غير ديال التصوير، وكاينه بعض المواقع اللي طلعوا لي بحال تيك توك دابا، راه الحمد لله ما كاينش اللي عنده تيك توك وما يعرفش انوار ماجي، غير اللي عنده واللي ما عندوش تيك توك كاين اللي كيهتموا بمجالات اخرين، المجالات اخرين مثلا بحال مثلا القناه اليوتيوب اللي انوار ماجي حتى هي كنزل فيها، قناة الفيسبوك تاهي انوار ماجيك عاوتاني كنزل فيها، الانستغرام كذلك انوار ماجيك. تبارك الله. اللي بغى يتفرج العمل ديالي يدخلوا على الانستغرام تفرجوا. واخا اخي انوار، فاش خرجتي للشارع كيفاش كانت ردة الفعل ديال الناس المواطنين؟ واش استقبلوا هذه الفكرة؟ واش جاتهم شي حاجة غريبة ولا كيفاش؟ جبتي هذه النقطة هذه صراحة، هنايا في المغرب الدومين ألعاب الخفة باقي ما بينش، ما حداش حقه، ما حداش حقه بزاف، وعاد ملي كنسقسي بنادم كيبان له في الشكل شي حاجه اللي غريبه صحيح. هي طبعا شي حاجه غريبه، يعني كتعتمد على السرعه، ولكن انا ما كنهضرش يعني مثلا غير كتجيهم شي حاجه غريبه حيت فيها السرعه، كتجيهم شي حاجه غريبه اللي كيمشي عقلهم السحر، كيقولوا هادشي السحر والشعوذه وهادي. شنو بزاف بزاف تلاقيت شنو تقدر تقول لهاد الناس هادو اللي كيقولوا ان هادشي راه سحر؟ هاد الناس هادو اللي كيتبعوا انوار ماجيك واللي كيتبعوا جميع لاعبي الخفه في العالم، ماشي غير انا اللي كتشوفوني مثلا، طبعا دوزت بزاف ديال الاعمال، بزاف ديال الخدع اللي قدمتهم، راه اكثر من 3000 خدعه اللي قدمتها، ولكن ماجيسيات العالم اللي كيقدموا شي حاجه كبيره راه ما كاينش في هذا الشيء هذا السحر بتاتا، هذا العاب خفه، خدع بصريه، يعني يعني نقدر نلعب لك على العين ديالك بالسرعه وصافي، هذه هي اللي كتعتمد، يعني خدع سحريه، خدع بصريه، العاب خفه. تبارك الله عليك. تبارك الله عليك تنسى، وان شاء الله راه ما جاي شي حاجه تكون ديال 2022 مفاجاه ما نحرقوها شي. خي انور نكملوا معك، شنو هما الاهداف ولا شنو هو الجديد ديالك
في الساحه ديال هذا الفن هذا بالضبط ديال الالعاب الخفيفه 2022 ولا اللي دازت ولا دابا؟ لا طبعا فاش كنقولوا فاش كنقولوا الاحلام ولا طبعا اللي راه ماجي اللي ماجي مستقبلا ان شاء الله. واخا نهضروا على دابا. دابا اسس واحد الجمعيه تبارك الله الجمعيه اللي جمعيه الاستمرار اللي عدت فيها واحد الجروب ديال غير الاسم راه باينه جمعيه جمعيه الاستمرار. واش عرفتي علاش خرجت هذه الجمعيه الاستمرار؟ وعاد قلت مع راسي يعني واخا هاد الكوبيد واخا دوزنا بزاف المتاعب صراحه ودوزت واحد المرض طويل اللي دوزت انا مرض صعيب الحمد لله ما بقاشي الحمد لله. قلت يعني هذه الجمعيه خصها تسمى الاستمرار واخا هاد الظروف شامله استمرنا يعني علاش جات هذه الفكره ديال الاستمرار. طبعا ماشي غير انا، حتى الفرقه ديالي حتى هما اتفقوا على هاد جمعيه الاستمرار هي اللي تكون ان شاء الله اللي تفتحنا بيبان كبار. بغينا نعملوا شراكات مع جمعيات، بغينا نمشيو للاعمال الخيريه. الجمعيه ما تكونش غير جمعيه يعني فقط العاب خفه، تكون جمعيه خيريه يعني غادي نعملوا شراكات مع جمعيات، غادي يعني نعملوا بها جميع المجموعه ديال الاطار ديال الفنيه والثقافيه. هذه الجمعيه واش لقات شي دعم ولا باقي؟ لا صراحه لا، حنا عاد بديناها، نتمنى في المستقبل يكون الدعم نتمنوا. اصلا ما تبقاش هذه الجمعيه غير جالسه يعني نعدلوها ونبقاو جالسين. حنا انوار ماجيك معروف راه نعمل شي حاجه كيخدم عليها تبارك الله، والحمد لله دخلت معايا ناس انايا اللي كيخدموا، ماشي الناس اللي فاشلين ولا هذه، الناس اللي كيخدموا باغيين يوصلوا. تبارك الله عليك. خي انوار، بما انك اليوم كتقدم بزاف ديال الالعاب، كتخرج للشارع، كتصور، كتعمل، شنو المقابل ديال هذا الشيء؟ المقابل لهذا الشيء اول حاجه انا دخلت لهذا الدومين هذا ديال الفن حب حبا، وملي شفته مشيت فيه وبدعت فيه بزاف الحاجات، وشفت يعني الناس باقيين عندهم هذا الشيء هذا كيجيهم غريب وبزاف الحاجات، بغيت انا نكون من ديك الناس اللي يوصلوا هذا الفن هذا للمجتمع. انا دخلت مع اغاني، دخلت في افلام، الناس راه شافوني، ماشي نقول لك هادشي هذا اللي بغى يشوفه راه يدخل على اليوتيوب ولا هذه راه يشوف. عن نفسي انا شفتك بزاف ديال الاحيان، اخر مره شفتك في التلفاز. نعم في التلفاز اغاني مع مغنيين كبار اللي واصلين، ماشي دخلت ما عنديش مشكل في واصلين ولا هذه، يعني قلت لك زعما راه مغنيين واصلين، دخلت مع ممثلين، دخلت في هذه، ولكن ماشي كنعمل التمثيل. كتعمل الدومين ديالك. كنبين العاب خفه، كندخل معاهم ولكن ما كنمثلش، كنعمل العاب خفه، يعني كنمشي على رسم واحد. دخلت مع مغني هو كيغني، انا نعمل الدومين ديالي العاب خفه، نقدم لعبه ديالي خذها، فهمتي؟ فيما دخلت بسلسله ولا هذه كنقدم الدومين ديالي، علاش؟ ملي كتشاطروا هنا وهنا وهنا، الناس اللي كتبقى تشوف ذاك الدومين بزاف، ملي كتبقى تشوف العاب خفه بزاف كيبقى مع الوقت كيبقى يجي هذا الشيء يعني عادي، بحال غناء بحال الكوميديا بحال يعني كيجي عادي. انوار نقدر نسولك انت شنو الحلم ديالك ان شاء الله في هذا الموضوع عادي، يعني فين باغي توصل بهذا الفن هذا؟ الفن بغيت صراحه الحمد لله في المغرب بنت الحمد لله كاين اللي ما كيعرفني شي، ولكن الاغلبيه اللي دابا درجه كيما مشيت صراحه الحمد لله. انت شفتي هنايا في طنجه، شفتك طبعا، ومن غير طنجه صراحه مشيت لكازا، مشيت لفاس، كنوجه التحيه للناس ديال كازا اللي مشيت عندهم ورحبوا بيا بزاف، لا من خلال البرنامج ولا من خلال الحفلات. مشيت لتما صراحه الحمد لله جبرت الناس كيعرفوني بزاف في كازا، في تطوان عاوتاني كذلك، فاس حتى هي مشيت يعني الحمد لله. اليوم ولات عندك واحد الشعبيه كبيره. الشعبيه الحمد لله كبيره، وبلاصه وحده باقي ما مشيت لها هي مراكش، هذيك وعاود تمشي لها. كيتواصلوا معايا الناس من مراكش كيقولوا لي اجي عندي، وكنشكركم على الترحيب ديالكم، وان شاء الله غادي يجي عند الناس من مراكش ان شاء الله. خي انوار شنو المقابل ديال هذا الفن هذا؟ واش كتخلص عليه ولا كيفاش تقدر تخلص منه؟ يعني كيفاش تاخذ الاجره ديالك من هذا الفن هذا؟ شوف انا اللي كنت خدمت على اليوتيوب، انا اليوتيوب ما كنتش خدام عليها حيت انا كنت عامل كونترا مع شي ناس اخرين، فهمتي؟ على شي مواقع اخرين كنت عامل معاهم كونترا، يمكن لي شي نخدم مع ناس اخرين. دابا الحمد لله نهيت الكونترا كاملين، دابا بقيت خدام انا وراسي والناس الجروب اللي معايا. تبارك الله. يعني دابا ممكن نبقى ننزل على اليوتيوب، ممكن نستافد من اليوتيوب، ممكن نستافد من مواقع اخرين، ممكن عاوتاني ان شاء الله تتلقى الامور نخدموا حفلات عراسات. هذا راه الشغل الخدمه ديالي اصلا، كنت كنخدم في قهاوي، كنت كنخدم في اعراس، كنت كنخدم في حفلات،
مهرجان مقابل طبعا. الحمد لله كانوا الناس كيعيطوا لي وكان واحد الاقبال الحمد لله مزوره الحمد لله، ولكن كنتمنوا الدنيا ترجع كما كانت ولا اكثر باش نتزاولوا ونزاولوا كاملين ان شاء الله. خي انور كيف ما كنعرفوا ان هذا الفن ديال الالعاب الخفه في المغرب باقي مقتول، يعني انا بالنسبه لي اذا سقسيتني فراه ما كنعرف حتى شي واحد، ربما كنعرفك انت، ربما كنعرف شي واحد اخر في كازا، يعني الناس قلال. فين باغيين توصلوا بهذا الفن هذا؟ انا كما قلت لك باغي هذه الصراحه، وكنتمنى انا صراحه من بغيت هذا الفن هذا ما غاديش نوقف حتى هذا الفن هذا ينتشر في الدول العربيه كامله. بغيت هذا الفن هذا، وكنتمنى يكون انوار ماجيك من هاد الناس اللي غادي ينتشروا في هذا الفن. واخا انا مثلا باقي ما عنديش شي واحد الامكانيات، باقي ما عنديش شي واحد الماتيريال كبيره، باقي ما وصلش لبعض الالعاب كبارين، ولكن ان شاء الله بدرجه دابا كل ما خارج لعبه كل ما كتبان لي لعبه اخرى كل ما كتبان لي لعبه اخرى، وكنتمنى ان شاء الله. وهذا الشيء راه شافوه الناس، يعني راه الحمد لله حاولت ما امكن بين هذا الفن هذا والناس راه عارفين هالشيء. اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. اشواق تي في جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.